بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ درس 13 بسلسلة تعلم بايثون 3. إن شاء الله اليوم راح ناخذ المودولز. المودولز هي عبارة عن مكتبات أو ملفات بالبايثون تحتوي على عدة فانكشنات، وظيفتها انه تسهيل الشغل مالتنا. يعني احنا قلنا الفانكشن الوحدة هي عبارة عن بلوك من الكودات حتى ما اني ما اكرر الكود مالتي. بس لو مثلا لو انا عندي مجموعة فانكشنات انا ممكن استخدمها عدة استخدامات، فاقدر كلهن اجمعهن بفايل واحد، وهذا الفايل انا اسميه الموديول. طبعا الموديول ممكن احنا نسويها اذا كانت مخصصة حسب استخدامنا، او ممكن نستخدم موديولز تابعة لنظام البايثون، او موديولز نسويها غير ناس. فابسط مثال، مثلا اذا اريد انا استدعي فد موديول ضمن السيستم ماتي او ضمن النظام، انا اكتب import وراها اكتب اسم الموديول اللي اريد اسحبه. فمثلا لو اريد اتعامل انا ويا رياضيات، فاسحب الموديول اللي اسمها math اللي مكتوب هسه عليها بولتن. هسه سويت امبورت الماث موديول. لو ردت انا مثلا انا اطبع مثلا 2 أس 5، فشلون راح اكتبها؟ اكتب 2 وقلنا علامة الضرب مرتين وكتب 5، فراح اسوي له ران. هسه هنا طلع لي 2 أس 5 هو 32، وكان كتبته بهاي الطريقة. بس مثلا لو انا مستخدم الماث موديول، الماث هي بيها فد فانكشن جاهزة تطلع لي رأسا وتحسب لي الاس 2 اس 5 رأسا. فشلون نستخدم الموديول؟ فمثلا هسه لو اردت انا استخدم الموديول ماث وحتى اسوي لي نفس العملية اللي هنا، فانا شنو اللي اكتبه؟ مثلا اسوي متغير اسمه اكس واكتب ماث دوت دوت، حتطلع لي كل الفانكشنات اللي انا ممكن استخدمها ويا الماث موديول. متى انا احتاج الباور؟ فالباور راح اكتب الرقم الاول اللي هو 2 ورقم الثاني 5، بعدها انا اسوي برنت للاكس ونسوي ران. نلاحظ انه هو نفس النتيجة جتني، طبعا حسب حسابه الارقام، اما تكون فلوت اما تكون انتجر، فهو راسا طلع لي اياها فلوت. فلاحظت انه الباور شلون راسا الماث موديول راسا حسبت لي الباور بدون ما يحتاج ان اسوي اي عملية رياضية. طبعا اكو كوما عمليات ممكن نسويها، مثلا نقدر نسوي الاكسبونينشال، ممكن نسوي الفاكتوريال. مثلا نكتب فاكتوريال 6، فاذا نطبع الواي نسوي ران، لاحظ هو مجموعة 27. طبعا اذا نريد نعرف كل الفانكشنات الموجودة عندنا، يعني اذا نستخدم الباي تشارم، فمجرد نكتب ماث دوت راح تطلع لي كل الفانكشنات وانا قاعد اشوفها واحدة واحدة. اما اذا اريدها بطريقة معينة، اذا اريد اشوف طريقة الكودينج، فاكتب برنت واخلي الفانكشن اسمها الدر، وبين قوسين اسم الموديول ماتي، يعني الدر اسم الموديول ماتي. هسه لو اسوي ران راح اشوف انه هنا اري بيها كل الفانكشنات اللي انا ممكن استخدمها ويا الماث موديول. تعرضون اكو كوما فانكشنات موجودة، ماكو داعي انه انا اعيد كتابتها مرة ثانية ولا احسبها، هي موجودة ضمن موديول وحدة. فممكن استخدم الماث دوت باي مثلا اللي حيعرض لي رقم الباي 3.14 وهكذا. خلينا نجرب انه فد نجرب فد موديول ثانية. نسوي امبورت الموديول الكالندر. الكالندر همينة فد من ضمن الموديول الجاهزة ضمن السيستم، فسوي موديول الكالندر. شلون نستدعيها؟ مثلا نكتب month يساوي calendar dot واشوف شنو الفانكشنات الموجودة. فعندي كوما اني فانكشنات ممكن استخدمها، day february first week of the day، خلي ناخذ مثلا الشهر، فنقول له المانث، فنطي فد شهر معين. فهناك اشوفه من حاط الماوس راسا قال لي انه اكتب الير، لازم موجود الير، فاقول مثلا 2017، نقول له فارزه، يقول لي اكتب الشهر اللي تتعرضه، راح اقول مثلا الشهر الواحد.
فوراها راح اقول له print للمانث هذا واقول له run. لاحظتوا شوفوا شلون عرض لي الشهر هذا بترتيب واضح، الشهر والايام الاسبوع كلها والايام كلها. فطبعا اذا اريد نشوف الموديول اللي اسمه كالندر شنو فانكشناته، نقدر قلنا بالطريقه السابقه عن طريق الدر او عن طريق الدوس دوت. اذا اريد نشوف شنو شكو موديولز ممكن استخدمها ضمن لغه البايثون، اتوجه للموقع الرسمي مالتهم. موقع موجود اسفل الفيديو بالوصف، اكو موقع اسمه بايثون موديول اندكس وبيه كل الموديولز ومرتبه حسب الترتيب الابجدي. وها شفتوا الكالندر هياتها موجوده، اذا نضغط عليها راح يطلع لي كل الفانكشنات اللي ممكن استخدمها ويا الكالندر. فتلاحظون هنا هاي الفانكشنات هي اساميهن موجوده، فهذا الموقع بكل الفانكشنات وكل الموديولز اللي ممكن استخدمها داخل السكريبت مالتي. هاي في حال انا اريد استخدم موديولز مو اني مسويها او تلبي احتياجاتي العامه. بس لو نفرض مثلا اني اردت اسوي فت فانكشنات معينه وهاي الفانكشنات يعني بس اني تخدمني مو مثلا واحد مسويها، فشلون انا اسوي الملف مالتي على شكل موديول وابدي استخدمه؟ هسه هذا ملف الموديولز مالتي، ملف فارغ ما بي شي. سوينا بالدرس السابق سوينا فد ملف اسمه الفانكشنز، وهسه ضفت له كم شغله. سويت انه انا عندي عده فانكشنات، وحده تحسب لي مساحه المثلث، مجرد تاخذ باراميترات اثنين وتحسب لي مساحه المثلث، مساحه المربع والمستطيل، او فد فانكشن تطبع لي المساحه يعني في نفسها. خليني نلغي هاي الفانكشن هسه حاليا ما نحتاجها. فهذا الملف مالتي هسه فيه ثلاث فانكشنات، هاي ثلاث فانكشنات انا ممكن استخدمها كموديول. فشلون استخدم ملف عندي كموديول؟ نشوف اسم الملف اسمه functions. هذا الملف functions وين موجود؟ موجود بنفس الفولدر اللي موجود به ملف الموديولز، هاي لازم انتبه لها. فحتى استخدمها كموديول اكتب import واكتب اسم الفانكشن او اسم الفايل اللي راح استدعيه، مثلا مالتي اسمه function. فبيجي حالا استخدمت الموديول function. لو اجرب مثلا اكتب area يساوي functions dot، لاحظتوا انه الفانكشنات اللي انا مسويها بالملف اللي هي rectangle area square area triangle area طلعت لي من دست الدوت. فلو اختارت واحدة من الفانكشنات مثلا square area وانطي فد رقم معين اللي هو square area واقول له اقول له وراها print area، شوف نسوي run طلع لي 25، معناها نفذ الفانكشن الموجودة هنا. طبعا ممكن انه انا اقدر اختصر اسم الفانكشن، مثلا اقول له import function اقول له as مثلا f. فانا بقدر بعد ما اكتب functions داخل السكريبت مالتي راح استخدم الاسم الاختصار اللي سويته هنا. فبدال الفانكشن اقدر اكتب f، واقدر اتعامل وياها نفس التعامل انه اكتب dot وياها اسم الفانكشن الموجوده. فلو مثلا 6 مثلا حتبقى شغاله طبيعي. لو مثلا انا ملف الفانكشنز اللي عندي موجود داخل فولدر، مثلا فولدرز مالتي اسمه موديولز والفانكشنز موجوده بداخله، فلاحظتوا هنا اصلا عندي طلع لي ايرور. فبهيج حال انا شو اسوي؟ شلون انا اضف فولدر بطن فولدر؟ فانا اقول له موديولز اسم الفولدر دوت اسم الملف اللي بيه الفانكشنات مالتي. فلو نجي نجرب غير فانكشن مثلا دوت ريكتانجل تاخذ 2 6 ب3، من اقول له ران نوت اباكج. اتصور ما يصير نستخدم فولدرات بنفس اسامي الملفات او هيك شيء. خلينا نغير الاسم مال فولدر، مثلا نسميه مودلز هيك بهالطريقه. فسميت اسم الفولدر موديولز بهالشكل، وداخل الملف هنا سويت استدعاء الى امبورت. فاذا نسوي ران اشتغل راسا، لاحظتوا انه ما يصير انا اسمي الفولدرات باسامي الملف اللي انا دا اشتغل به، لان الظاهر حسب نفس الاسم اثنيناتهم. فهاي يعني واحدة من الاخطاء اللي ممكن تطلع لكم. فلاحظتوا انه شلون اني قدرت استخدم
functions من داخل فولدر الموديولز واستدعيها نفس الشيء. هاي اخذنا انه شلون استخدم موديولز جاهزة ضمن السيستم او اسوي ملف موديولز اني خاص بيه. طبعا مرات نحتاج احنا الى مكتبات خارجية بشغلنا، مثلا لو جربنا مثلا في المكتبة import matplotlib لاحظتوا انه يقول لي هاي المكتبة ما موجودة، ليش دي اشي عليها؟ فشلون مثلا ننصب مكتبة ما موجودة ضمن السيستم مالتي؟ ممكن انا استخدم مكتبات باكر عقبة اسحبها من الانترنت، فشلون انا انصبها؟ نفتح الكوماند لاين واهم شي نقول له run as administrator، فندوس عليه كليك يمنى وران از ادمنستريتر. فحتى انصب اني باكج من الانترنت انا استخدم التول التي جي ويا البايثون اللي اسمها بي اي بي. وحتى ننصب باكج خاص بالبايثون نكتب لي عاز بي اي بي، بعدها نكتب انستال، بعدها نكتب اسم الباكج. فلو نشوف هاي الصفحة اللي هنا اللي اسمها بايثون باكج اندكس، الرابط موجود اسفل الفيديو، اللي هي PyPy اللي هي Python Package Index اللي بيها اكثر الباكجات الخاصة بالبايثون. هاي الباكجات ممكن انه شركة بايثون مسويتها او ناس مسويها لتسهل لنا اغراض بالبرمجة. فنصبنا فد باكج التجربة مثلا matplotlib، ولازم عندك اتصال بالانترنت حتى يتنصب الباكج. طبعا ياخذ وقت لما يتنصب، راح اوقف الفيديو وارجع لكم من يكمل التنصيب. هذا كمل التنصيب مالتها. طبعا انا بس يعني استخدمت هاي استخدمت هذا الموديول بس حتى ارايكم شلون ننصب موديولات من او باكجات من الانترنت. طبعا قلنا داخل الموقع اذا تريدون تعرفون مثلا هذا الباكج اللي سويناه شنو، نكتب اسم الباكج مثلا matplotlib، راح تشوفون فواي باكجات بهذا الاسم، مثلا هذا الباكج شنو فايدته اللي هسه نصبناه. هذا انه يستخدم بال 2D جرافيكس والشغلات العلمية والواجهات والويب ابليكيشنز. فلاحظت انه بي كوما شغلات هذا اللي نصبناه، فممكن نستخدم بالتطبيق مالتنا. لاحظت انه الايرور اللي كان موجود هنا بالبداية على الامبورت مات بلوت راح هسه. نقدر براها نستخدم الموديول هذا، نكتب مثلا as m، نكتب m dot، تطلع لنا كل الفانكشنات الخاصة بهذا الباكج. وإذا أردنا نمسح الباكج نكتب pip uninstall واسم الباكج اللي نصبناه. إذا أردنا نشوف شنو المعلومات اللي عندنا أكثر فنكتب بس pip وحدها وندوس انتر، راح تطلع لنا كل الفانكشنز اللي ممكن نستخدمها داخل اللي عايز بي اي بي. فعندنا انستال داونلود انستال، وهاي كل الاعازات اللي ممكن نستخدمها. ولنا انتهي درسنا هذا اليوم، اتمنى يكون الدرس واضح ومفهوم. اي سؤال اي استفسار تقدروا تروحوا بالتعليقات او تزورون احد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهره امامكم على الشاشه. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. تحياتي لكم، مع السلامه.